Hey everyone, this is Bissam from Gaza and this is Kufiya. Kufiya is a traditional Palestinian scarf. People wear this as a symbol of resistance and a symbol of loyalty to the land. Let me explain what does it mean. First, this print. This refers to the wheat, one of the most important crops in Palestine. Then, we have this. This is the fishing net, one of the most important crafts in Palestine. Of course, there are many ways to wear the kufiya, but this is my way. We make it like this. With here. And like this. So let's ask people, why are they wearing kufiya? سؤال حلاوة، شو لابس؟ لابس الكوفية. علاش بتجي للكوفية الفلسطينية؟ على صمود جوا ثبات في فلسطين. طيب مين بيلبس الكوفية؟ الشعب كل. كل الناس؟ الكوفية اللي أنا لابسها رمز العطاء والصمود. هذا شعار فلسطيني. هذه تاني رمز الوطنية تاعتنا وفلسطين. التراث وكلم حاجات كثيرة. كيف لازم احتفظ فيها هذه يا زين؟ هذه زي هوية زي علم فلسطين عندنا. هذه الهوية تبعتنا بنعتبرها. عشان خاطر أبو عمار. رمز فلسطين وشعار فلسطين وعمار كان زمان يلبسها الحطة لعبها. الكوفية طبعا الكوفية رمز لفلسطين، مال فلسطين. شايف كيف؟ واحنا متمسكين في وطننا وفي بلادنا وفي هذا واي حاجه احنا مستعدين. قال تأمين كل فلسطين ان شاء الله نرجع لها نرجع لبلادنا. نجيب قلب ابوي يتحكى في تحرير فلسطين ان شاء الله. نفسك ترجع دوركم؟ يا ريت نرجع.